السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير وباحسن حال. اليوم جولتنا بحدائق ابو نؤاس، تعالوا شوفوها بالحله الجديده والتغييرات اللي سووها بالحدائق، كلش حلوه. هاي شوفوا شلون طوروها للحدائق وسووها كلها جديده وحلوه، قعدات للعوائل، العاب اطفال، الكورنيش كلش حلو سووه، وحتى مناقل للشوي، كل شيء توفر بحدائق ابو نؤاس. وهسه جوهم كلش حلو، بعده يعني مو بارد كلش ولا حار، فالناس هنا تجي تستمتع، وخاصة بأيام العطل اللي يجيب أكله، اللي يجيب هنا يشوي، اللي يجيب أطفاله يلعبون هاي هنا الألعاب، وألعاب بعد أكو يعني للي قدام. هسه أنا راح أصور لكم إياها كلها، وطبعا بعد دا يشتغلون بيها، يعني راح أشوفكم المنظر الحلو من هنا. هاي هنا الكورنيش، هاي شوفوا كل دا يشتغلون هماتين بعده. هاي هنا هذا نهر دجلة، وهاي سووا ممر للمشي، لممارسة الرياضة، للبايسكلات. هاي شوفوا هنا هم هاي اللي يلعبون، هاي كرة المنضدة، هاي حاطين هنا هاي الميز مال كرة المنضدة. احنا جينا هسة العصرية، يعني قليل ناس بيها لان اليوم اصلا مو عطلة ودوام، ف جينا هيك العصرية شوية على مود شمس هم طالعة حلوة، جينا نقعد شوية نستمتع بهاي الأجواء الحلوة ومناظر حلوة وطبيعة حلوة ما شاء الله، الله يديمها إن شاء الله يا رب. فشوية يعني بعدها فارغة، بس بالليل من المغرب يجون ناس مثل ما قلت لكم خاصة بأيام العطل، راح تشوفون هذا المكان ينملي بالناس. هاي شوفوا هاي المصاطب كلها مسويها قعدات حلوة. هاي البلدية دي ينظفون هنا، هاي شوفوا هنا مسوين مكانات للشوي، هاي مناقل للشوي كلش حلوة. هاي شوفوا هاي المناقل،
هاي هنا حتى مغاسل مسوين، هذه هم بين يعني مالت المناقل الشوي مسوين مغاسل. هاي هنا هم ألعاب أطفال، أنا صورت لكم الحدائق كلها. هاي الأجهزة الرياضية، هاي ممارسة الرياضة، فتجي هنا الناس الصبح أو العصر يمارسون الرياضة للمشي أو بهاي الأجهزة أو هرولة، فكل شيء موفري هنا بهاي الحدائق. هاي من هنا الدخول، هاي البوابة، وطبعا اكو دخول ثاني اللي بي بارك للسيارات، فاللي يجي بسيارته راح يقدر يوقف السيارة بالبارك وينزل بالحدائق. وهاي اشترينا لوز، هذا يجي دعاية يلا إليه. مالين دعاية المحل هذا؟ يلا دعاية، وين محلك؟ هذا محله هنا بالحديقة. أهلا وسهلا، شرفت. عندي أطيب لوز ومكسرات. حط لك كيلو زبيب. وتين وزبيب. أيوه مشكورة. هذا ممر البايسكلات، وهذا اللي باللون الأحمر للمشي والهرولة، وهذا اللي بالوسط هو طبعا للبايسكلات.
وشوفوا هاي اللعبة هنا مسويها لعبة حية ودرج، وذول الشباب دا يلعبون هنا. هاي شوفوا هاي شوفوا هاي الحية والدرج ومن تبلع وشون يصعد. هذا هنا يفرها لهذا القرص الولد، ودولا يمشون يتحركون. انت ما عندك درج صعدت ثلاثة صعد؟ واحد اثنين ثلاثة بعد واحد تسيين راد لك مو حتى ترجع؟ اي يلا اقرا عليك على كيف؟ خمسة واحد اربعة هلا والله خمسة يلا يلا سهلة اصعدك بغير درج يلا سهلة. هاي يفر القرص وهم يمشون على الدرج واللي يدخل تبلع الحية عبر الحية والله قوية. عنده بعد حية اللي قدام ثلاثة إلا ثلاثة إلي ستة لا إليك ثلاثة عادي ايش قد محتاج للحية؟ ثلاثة ثلاثة أربعة مو خمسة خمسة هلا هو حية ماكو واحد واحد ابو حسين الواحد قد شوي هذا هو بالاقصى ترى فين يا اربعه؟ كم مره صعدت يعني اكثر من صعدت واحد وهذا بارك السيارات وصلنا لنهاية جولتنا اليوم ونهاية الفيديو حبايبي. يا رب ان شاء الله نال اعجابكم، واذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب حتى يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. واختم هذه جولتنا بهاي الاجواء الحلوة وهذا المنظر الحلو، سماء بغداد الصافية ومنظر غروب الشمس على نهر دجلة، وبدأ الجو يبرد وحنرجع للبيت، وأقول لكم مع السلامة. Thank you.